معنا خمسة مشاركين في الشوط الثالث، خيول عربية أصيلة على مسافة 1000 متر. معنا أول مشاركين الباهج، نفسح النديم الأم هنادي المالك سليمان يحيى المدرب نادي الحماء مجاهد بن الفحل الأغر الأم بلقاء مجاهد من مزرعة البابور بإدارة المدرب أحمد زعرورة والخيال سالم العقبي أهلا وسهلا بك أبريل الملك عيسى زرايعة المدرب والمدرب والخيال وليد كنعان معنا أيضا الأفجر فعل وهير الأم صبرة ثومي الملك صبحي عباس الخيال والمدرب أحمد أبو جبل الملك سليمان يحيى المدرب نادر عبد والخيال خالد السعدي. إذن إخواني خمسة مشاركين في الشوط الثالث، الشوط مفتوح الدرجات على مسافة 1000 متر الخيول العربية الأصيلة. إذا إخواني طلب من الفعل تريبل داون الأم صبرة ألون الملك عبد الله سيدي المدرب محمد النجمي معنا أيضا رياح من الفعل كلاسيك رشيد الأم نسرين الملك مصطفى سعدي أبو موسى والمدرب أبو موسى والخيال خالد سعدي معنا أيضا زعفرانة من الفعل رويال ابن نبيل الأم آن في تاريخ 2/9 يوم الجمعة المهرجان القادم هنا في ميدان هيبدروم الغريفات سوف يكون جوائز عديدة لكل أصوات المهرجان القادم جوائز قيمة مالية هنا في ميدان هيبدروم الغريفات. إذن إخواني الشوط الثالث هو شوط الخيول العربية الأصيلة على مسافة 1000 متر شوط مفتوح الدرجات معنا الحسين والأبجر خلاص بسيادة وفعلا إخواني ينطلق الشوط الثالث على بركة الله بريق حسين والباهج ينتزع الصدارة من البداية المجاهد بالمرتبة الثالثة مع الخيال سالم العقبي الأبجر بالمرتبة الرابعة مع الخيال أحمد أبو جبل لكن الباهج مع الخيال خالد سعدي ما يزال يتصدر المجموعة الخيول الآن بالمراحل الأولى من السباق بدخولها للمنعطف الأول الباهج ما يزال متصدر المجموعة بريق حسين بالمرتبة الثانية مجاهد بالمرتبة الثالثة مع الخيال سالم العقبي مجاهد الآن ينتزع الصدارة من الباهجة ما بين المنعطفين الخيول الآن تدخل الخط المستقيم ما يزال مجاهد مع سالم العقبي متصدر المجموعة بريق حسين يأتي من الخلف الباهج أيضا يأتي من الخلف لكن مجاهد مع سالم العقبي يفتح مجال عن الخيول بمسافة تزيد عن 3 أطوال مجاهد مع الخيال سالم العقبي بالمرتبة الأولى ضرورة من كفر مندا والخيال المخضرم سالم العقبي أبو آدم مجاهد حصل على المرتبة الأولى. إذن إخواني ندعو الأخ نادر عبد الهادي أبو محمد من إكسال لتسليم كأس المرتبة الأولى لملاك مجاهد مجد حسيني والمدربين من مزرعة البابور بإدارة الأخ أحمد زعرورة من كفر مندا والخيال سالم العقبي الأخ نادر عبد الهادي من إكسال أبو محمد يسلم كأس المرتبة الأولى نادر عبد الهادي طبعا غني عن التعريف هو مالك الحصان كيسي العابر على عدة مراتب أولى أيضا شارك العام الماضي بريق حسين وحصل على عدة مراتب أولى للملك عيسى زرايعة الخيال والمدرب وليد كنعان الأخ موفق غرفات يسلم كاس المرتبة الثالثة للباهج للملك سليمان يحيى المدرب نادر عبد الهادي أبو محمد من إكسال الوادي بنت الفحل تريبل داون الأم صبرة ألون الملك عبد الله سيدي المدرب محمد النجمي